كابتن سيد طمنا بقى على المصابين وطمنا على حاله اللاعبين النهارده. كان في النهارده تمرين الساعه 9 الصبح او 10 الصبح، يعني الناس كلها استغربت ان انت مخلص امبارح الساعه 12 بالليل وتاني يوم بتجيب وبتعمل تمرين بدري كمان. يعني خلينا نقول برضه انت واصل الفاينل لكن ما خدتش البطوله. ايوه الفرحه لازم تكون برضه بحساب شويه. طبعا يعني انت الهدف بتاعك اللي بتبدا عليه موسمك او بتبني عليه موسمك أيوة. يعني مرتبط بالبطولات مش الوصول لمباريات نهائيات. يعني مش هو ده التارجت بتاعك. يعني انت لو بتتكلم على اهدافك اللي تبدا بها الموسم على دوري الابطال، بتتكلم على بطوله الدوري، على كاس، على سوبر، على سوبر افريقي، كله مرتبط ببعض، ولكن في النهايه بتتكلم على البطوله. يعني فالفرحه تبقى محسوبه شويه، لان انت لحد دلوقتي ما عملناش حاجه. حتى البطولات اللي خدناها كلها مرتبطه بالسنه اللي فاتت. يعني انت خدت السنه اللي فاتت اللي هو 19 20، خدت بطوله افريقيا 2020، خدت السوبر نفسه كان مرتبط ب 2020 السوبر الافريقي، خدت كاس